حبايبي اكتبوا تعالوا كده نشوف مع بعض هنشتغل ريفيجن على كل اللي خدته في الجيومتري في الستيم اكتوبر. اسمع حبيبي، انا عندي حاجات تشوز وعندي كومبليت وكمان عندي مساله لازم تعمل بروف، يعني لازم تعمل ستيبس. هنمشي واحده واحده. احنا خدنا حاجه اسمها ميديان في التريانجل وميديان فرايد التريانجل. تعالوا نشوف لما يقول لك نمبر اوف ميديان فرايد كلنا عارفين؟ يس. طب بص بقى نلعب. طب قال لك اكيوت، اكيوت 3. طب قال لي اوبتيوز 3. يبقى اي تريانجل هاز 3 ميديانز. في مشكله؟ لا. ماي جاد، شكرا. تعالوا نشوف نقطه ثانيه. صوخ اه اوكي. يلا يا بابا بسرعه قبل ما انقل عليا. بسرعه، على فكره انا فاتح الفيديو. تعالى كده، تعالى تاني يا مستر، نشوف بقى مع بعض مسألة تانية وفكرة تانية. اه ونشوف كده مع بعض نظبط الصورة. شوف الراجل الجميل ده بيقول لي A B C right angle triangle A B. لو سمحت مسألتي تشوز، مسألتي كومبليت. حسبي الله ونعم الوكيل. A B C right angle triangle A B. مسألتك تشوز، مسألتك كومبليت، أنت لازم ترسم. طب يبقى كلمة رايت أنا بعمل ليتر A أه، ويبقى دي هي رايت أه. أد بي أنتل بي، أقفل التريانجل بتاعي، تكتب هنا إيه؟ تكتب هنا إيه؟ أنت حر. شوف أدي أول حاجة، ما تقوليش ما بعرفش. تعالى بقى نكمل. الدي ميد بوينت للأي سي، أدي الأي سي. كلمة ميد بوينت يعني عاملة بايسكت، يعني ده ايكوال لده. اتعلم كلمة كلمة. طب أنا عايز البي دي، أنا عايز ده. أه دي ثيرم خدتها، ده اسمه ميديان في الرايت. قول حبيبي. شكرا. هاف الإي سي، ده ميديان في الرايت، هاف الإي سي. شكرا. يبقى أنا لازم أرسم في التشوز. أيوة، وبعارف يعني إيه كلمة ميد بوينت، وبعارف إن الرايت اسمها إيه. يلا يا بابا بسرعة. تعالوا كده مع بعض نكمل ونشوف أنذر إكزامبل. بيقول لي إكس واي إيسوسيلس تريانجل. معلش أهي جت ما تخسرش حاجة. كلمة ايسوسيلس تريانجل يبقى انا برسم بالشكل ده. ايسوسيلس يعني السايد ده ايكوال لده. ايسوسيلس واسمه اكس واي زد، ادي الاكس وادي الواي وادي الزد. بص بقى معايا، هنا بيقول لي ان الواي ب 100. استنى يا مستر، لا تنفع دي ولا تنفع دي، ابدل في الليترز. يبقى هنا دي الواي، احط هنا الاكس، فتبقى دي 100. لغايه كده في مشكله؟ طيب انت بتقول لي الاثنين دول ايكوال، انت عليك ثيرم بتقول لما يبقى عندي ايسوسيلس تريانجل يبقى الانجل بتوع البيس ايكوال ار ايكوال او كونجروينت. قول حبيبي. طب ايه؟ حضرتي ما قالش حاجه. نسمع، حضرتي ما قلتش حاجه. أنا دلوقتي كل اللي عملته إن أنا خدت دي ترجمتها، لقيت إن هو مديني الفيرتكس واي، رحت حاططها واي، و100 زي ما هو قال. أنا بقى عايز أعرف الميجر بتاع زد. طب حلو، عايزك تتعود تعمل ستيبس حتى لو تشوز. قال الله عليك النهارده يا جيرمين، يبقى هنقص منها ال100 وأعمل ديفايد 2. آدي يا مستر الأيسوسيلس تريانجل. نقولها تاني؟ تبقى زي ما تبقى، بشتغل بالكالكوليتر وشكرا حمزه. يبقى ده ايكوال ده، يبقى الانجل بتوع البيز، وتكتب كلمه بيز عشان دول يبقوا الانجل، كلمه كونجروانت عشان لو جات لك في التشوز البديل بتاعها ايكوال ان ميجر. تعالوا كده نشوف انذر اكزامبل. حتى لو انا قلتها برضه انت قول حبيبي. ايه ايه ايه؟ حول الله يا رب. طب يا بابا ما انا عايزك تبقي اسرع شويه. طيب يلا. خلاص؟
تعالوا كده مع بعض نكمل عشان انا عندي حاجات كتير عايز اراجعها لك النهارده ان شاء الله. حلو ان انتم مركزين في الجزء اللي هو انا ما باخدش بالي منه. معلش بص بقى معايا، عندنا جمله ثانيه وبرضه نتعود على ان الديفينيشن بيجي لك في الكومبليت والتشوز. اللينث اوف الهايبوتنيوز في الرايت انجل تريانجل ايكوال مش عارف ايه الميديان. الله ده احنا لسه كنا بادئين بيها. يعني انا لو عندي رايت اهو، فالراجل ده هو الهايبوتنيوز بتاعي. الراجل ده لو معاه ميديان، احنا لسه كنا بنقول الميديان ايكوال ايه؟ هاف. طب انا بقى لو بدلت وجبت الهايبوتنيوز الاول، هل هقول هاف؟ توايس. الله عليك، توايس. يبقى لو انا بقول الميديان، الميديان هاف، الميديان هاف، لكن لو بدأت بالهايبوتنيوز يبقى هنا كلمة إيه؟ وكلمة توايس بكتبها تو أو دبل. شفت الحاجة والإنفرس بتاعها. ده مش كده وبس، لو قال لك الميديان هاف الهايبوتنيوز يبقى الأنجل دي 90 ديجري رايت. الله ينور عليك. يلا يا حبيبي شوط وبسرعة مكملين. برضو بيقول لي الميجر بتاع الاكستيريور انجل للايكوالاترال. لو سمحت انا دخلتك على حاجتين مع بعض، ايكوالاترال تريانجل نروح مفتكرين اهو. ايكوالاترال يعني السايدس ايكوال، ايكوالاترال يبقى ايتش انجل. ما انا عارف انها ايكوال بس محتاج حاجه كمان. اسمع بقى 60 ديجري تاني وبالراحه. Equilateral triangle السايدس ايكوال، الانجل ايكوال الميجر. بس مش هو ده كمان اللي يهمني، ده اتش انجل تبقى بكام؟ حلو خالص. فحضرتك اهو اهو اهو، انت عايز ايه؟ انا عايز اكستيريور. ممكن اعمل اكستنشن من هنا، مديت من هنا او من هنا او من اي سايد، بقت الغلبانه دي هي اسمها ايه؟ يا ترى بقى الاكستيريور دي الميجر بتاعها كام؟ حلو خالص. الله ينور عليك. الراجل ده جاب لي الاجابه صح. طب ما حد يقولها لي بالطريقه بالراحه. ها 180 ماينس، نقول تاني بالراحه. قال لي كلمه ايه؟ يبقى اتش انجل بكام؟ انا عايز ايه؟ الميجر بتاع الاكستيريور. لو انا عملت اكستنشن يبقوا الاثنين دول ادجيسنت 180 ماينس 60. وبرضه بتمنى انك زي ما بتشتغل معايا روح البيت واشتغل برضه كده. قبل ما افتح الفيديو حلوها، تعال بس نفهم. لما يقول لك بوينت اوف انترسكشن، حلو، قال لي كلمه ديفايد، حلو، حضرتك بتمشي لغايه ما تشوف الريشيو منين؟ ها؟ من البيز. المفروض ان انا حافظ من البيز كام؟ برافو. بس هو جايبها حاجه ثانيه؟ لا مش جايبها. جاي من 2، ده راجل طيب، يبقى حضرتك تكتب هنا ايه؟ تعالى بقى نلعب في الحته دي. الراجل ده ممكن يجي هنا يقول لك 2 وهنا 2. الله عليك. 1 2 يعني الراجل ده توايس. طب لو انا بدلت ال 1 ب 2 يبقى اخد ده تايم 2 يبقى هنا 4. انت فاهم حاجه؟ طب لو حطيت هنا 8 واديت هنا الميسنج يبقى هنا 4. دول كده الاشكال اللي ممكن تجي لك. تاني الريشيو من البيز، ها؟ حلو خالص. طب لو قلت لك بدل ال1 حطيت 2 يبقى اخد دي اعملها تايم 2. طب لو حطيت هنا 8 يبقى الراجل ده لو عايزه هنا ديفايد 2، الراجل ده لو رايح هنا. شكرا. تعالوا بقى نشوف مع بعض لما يجيب لي حاجه زي كده وانت مطالب ان انت لازم تعمل له ستيبس. سؤال زي كده بابا لما بيجي لك انت مقرر عليك بقول تكتب البروف الريزون ليه. سؤال زي ده لما يجي لك عليه 4 ماركس، ده نص سؤال كامل. انت هنا لقيت كلمه ميد بوينت، يبقى انا لازم الجزء ده اخد بالي منه؟ لان ممكن ما يبقاش موجود هنا. ادي اول حاجه. فالراجل ده قايل لي كلمه ميد بوينت، اروح ابص الايميد بوينت. ادي السيمبل اهو.
كمان الديمت بوينت سيمبلر. فلما يبقى عندي ديمت بوينت وديمت بوينت يلا نلعب سوا، يبقى السي دي الله عليك، البي اي حلو خالص لغايه كده انت تمام. ضفنا بعد كده ان لما يبقى الاي دي عامل كونكشن موصل ما بينهم، قلنا نجيب القلم تبقى ايه؟ الاي دي الله ينور عليك بارلل للاوبوزيت ليها وايكوال هاف. دي علاقه مهمه مهمه مهمه. نقول تاني، انا عندي يا مستر هقسم الصفحه بتاعتي، مش عايز تقسم اكتب تحت بعضيه. ان انا عندي الاي بي ميديان، انا بكتب زي موضوع التعبير المين بوينت. عندي ايه؟ عندي ميديان هبتدي هستفيد منه، عندي كمان السي دي ميديان، انا بعرف نفسي استفيد من مين، عندي كمان الحته الاخيره ان الاي والدي ميد بوينتس. طب انا عايز ابدا بدي، انت حر. عايز ابدا بده، انت حر. عايز ابدا بده، اللي انت عايزه ابتدي بيه. ممكن نسمع؟ يبقى انا مستر عايز ابتدي بالجزئيه دي، ان الاي دي هاف الراجل ده، اكتبها ايه؟ الاي دي هاف البي سي. اسال بس، طب انا مديك الاي دي ولا البي سي؟ ها؟ بفور. يبقى انا هجيب لك البي سي تبقى بكام؟ شكرا. لازم اكتب دول؟ ايوه وصلت ليه. باي باي. نروح للراجل ده ميديان، تدور كده اي بي. الله، ده انا مديك الاي بي. فالجزء ده لازم تقراه؟ ايوه. مش كاتبه على الرسم؟ لا، الفيجر فاضي. يبقى انا دي مهمه، فانا معايا الاي بي. احنا اتدربنا وقلنا لو انا مدي لك الميديان كله تعمل ايه؟ الله، مين اللي قال؟ حمزه، شكرا. يبقى الراجل ده لما يبقى معايا اعمل ديفايد 3. اشمعنى؟ علشان يديني السمولر. بص بقى معايا اي بي، ادي الاي بي، مين البارت الصغير؟ يبقى يا مستر الاي ام هو الثيرد، عشان كده انا عملت ديفايد 3. لازم اكتب دي؟ يا ريت. انت كتبت ديفايد بس اسمها ثيرد بتاع الاي بي، يبقى 3 سنتيمتر. طالما انا جبت الحته الصغيره 3 يبقى الكبيره 2 سنتيمتر. دي الاي بي 2 سنتيمتر. صح، 6 على 3 تبقى 2. الله عليك، صح صح. جبنا البارت الصغير، اجيب البارت الكبير. طيب ام بي ماله؟ توايس، قده مرتين، يبقى ده 4 سنتيمتر. حابب تقول له 2 اي ام، انت حر. يبقى انا مسكت الراجل ده، جبت كل الحاجات بتاعته. تعالى بقى نشوف الجزء الثاني، سي دي. ارجع هنا، هل انا مدي لك سي دي؟ لا، انا مدي لك، بص بقى، الدي ام ب 3 اهو موجوده. بص بقى، يبقى الله عليك، نقول تايمز بلاش باي. يبقى انا ميديان ومعايا الدي ام ب 3، يبقى انا يا مستر السي دي، السي دي كله هعمل 3 تايم 3 تبقى بكام؟ 9. حلو خالص. طب ينفع اسال سؤال؟ تقدر تجيب لي السي ام؟ هتبقى دي 3 يبقى دي توايس بكام؟ 6. في مشكله؟ لا. نقولها تاني؟ لا. متاكد؟ مديني الميديان ديفايد 3، مديني الصغير تايم 3. بص بقى، انا كده خلصت. انت عايز ايه؟ انا عايز البارامتر بتاع تريانجل اسمه بي ام سي. كلمه بارامتر يعني انا عايز اللينث بتاع الفري سايدز. يعني انا عايز، بص كده، البي ام والسي ام والبي سي. تعالى كده ندور. البي ام، البي ام يبقى انت فوق. طب استنى، اكتب بي ام وسي ام وبي سي، يا ريت مش تخسر حاجه. يبقى دي 4، باقي لنا بي سي اهو جاي بكام؟ 8. باقي لي مين تاني؟ اهو جايبه 6. كل ده هعمل له بلس، بقى 18 سنتيمتر. ادي سؤال قسمته لثلاث جزئيات
استفدت من الميديا الاولاني والثاني والميد بوينتس وابقى كده بكتب ستيبس واتعود عليها. اول ذا بيست. تعالى كده نشوف الراجل ده مديني التريانجل، مديني الانجل الاكستيريور 105، مديني الانجل A 70. بروف ذا تريانجل A B C isosceles. يعني يا مستر انا عايز الانجل بتوع البيس بتوعه يطلعوا ايكوال الميجر، بس كده اقول له اه. تاني A B C يعني انا عايز الانجل دي والانجل دي يطلعوا لي ايكوال الميجر. ما اعرفش الاقلام راحت فين. تعالى بقى نوت سوا. بص حبيبي، انا عندي طريقتين للحل. ممكن واحد يقول اشتغل دول adjacent 180 اه، واعمل لو انا عايز الميجر بتاع انجل اي بي سي يبقى دي ما ينفعش اقولها بي عشان ليها adjacent اقراها 3 letters، يبقى دي اد يا مستر 180 او ماينس منها 125 تطلع زي ما تطلع. كمان مره. حاضر. كمان مره. اكستيريو ابدا بالادجيسنت انت حر. جبت الانجل اللي جارتها اه. طب في حد تاني يقول لي طب امال انا استفدت ايه من كلمه اكستيريور؟ الاكستيريور لازم تفتكر الديفينيشن انها ايكوال للسم بتاع الانتيريور نون الادجيسنت يعني ما عدا دي. يبقى انا من دي اقدر اجيب دي اه اهو بص كده ميجر اوف انجل A B D دي اكستيريور يبقى ايكوال الميجر بتاع انجل C وبلس الميجر بتاع انجل A. يبقى انا لو عايز الميجر بتاع السي هعمل 125 -70 واجيب الانجل. نقول تاني انا اشتغلت دي مع الادجيسنت اهي وزميلكم قال 55. شكرا. طب انا ممكن استفيد منك تاني يا مدام؟ اه، ان الاكستيريور ايكوال الاثنين دول اسمهم الصم ما عدا دي نون الادجيسنت. طب ما خطرش على بالي اقول له مش انا جبت دي؟ بقى عندي الاثنين دول اقدر اجيب دي؟ ايوه، الصم بتاع الانتيريور كله 180. كمان مره. الغلبانه دي اقدر اجيب الادجيسنت اهي. الغلبانه دي انت اكستيريور اقدر اجيب منك دي؟ ايوه، الاكستيريور ايكوال الصم بتاع الانتيريور نون الادجيسنت ما عدا جارتها. عايز تمشي كده انت حر. طب في حل تاني؟ اه، ان الانجل دي بعد ما اجيب دي اعمل 180 ماينس الصم بتاعها. بس انا بفضل انك تشتغل شغل بريب 2. بص كده انا جبت دي 55 ودي شوفها كده بتطلع كام؟ فعلا ده لازم، ده انت بتقول بروف ذات فعلا. بس تيجي بقى تقول له بعد دي ودي ميجر اوف انجل اي بي سي ايكوال ميجر اوف انجل سي، يبقى التريانجل اللي انت كنت بتسال عليه اللي اسمه اي بي سي ايسوسيلز والسلام ختام. حبايبي بريبتو كل سنه وانتم طيبين. خلصنا اكتوبر، عندنا الاسبوع الجاي اكزام الجبرا جيومتري. ممكن الاثنين يبقوا يوم واحد وممكن الاثنين كل واحد في يوم. طب احنا خدنا ايه؟ احنا خدنا ريليتد بتوين سكوير روت وكيوبيك روت. اتكلم عربي سيكا يا مستر. انت خدت حبيبي الفورم ده والفورم ده. هل نعرف لو انا اديتك السكوير روت تعرف تجيب لي الكيوبيك روت؟ اقول له اه. تعالى كده فكرني عشان انا بنسى. ادي النيجاتيف بتاع روت 25 وادي هناك كيوبك وهنا مديني واي. كان ممكن بدل الواي ده يديني ميسنج. انا عايز مين النمبر؟ اتفقنا عشان نحل دي نروح جايين للراجل ده اشتغل بالكالكوليتر. انت تديني كام يا برنس؟ 5. برافو عليكي. في نيجاتيف لازقه معايا. كل اللي عليك حبيبي تقول له انا عايز دي بقى ادخلها هنا. وتدربنا عشان حاجه تدخل تحت الكيوبيك روت تعمل ايه؟ شكرا. الناس اللي كانت بتفاصل في كيلو طماطم يبقى دي نيجاتيف ادخلها باور 3 يبقى هنا النمبر اللي يدخل نيجاتيف 125. بس كده اقول له اه. طيب
تعالى مستر ندخل على نمبر 2. يا مستر دي يعني انا ادخل كل ده في الكالكوليتر. تعالى نشوف مع بعض. حاضر حبيبي، ادي الكالكوليتر، الله اعلم النور جايبها ولا لا، بس هنشوف. انا معايا اول حاجه كيوبيك روت، يبقى انا بعمل شيفت مع السكوير، اداني كيوبيك. هبتدي اكتب جوه 0 بوينت وادي 001 وادي تايم، وادخل اعمل فراكشن واكتب فوق 1 وانزل داون اكتب 8 واخرج. يلا باي باي، اداني 1 اوفر 20. اسيبها فراكشن؟ ايوه حبيبي سيبها فراكشن. خلصت المساله. يعني في حاجات هتجيلك تبقى هديه، كل اللي عليك يوزنج كالكوليتر. نكمل. يا ار انا درست الريل، ممكن الريل دي تبقى 2 سيتس، ممكن تبقى 3 سيتس. لو اديها لك 2 سبيس يبقى انا عايزها حاجتين، مين ومين؟ ها؟ شكرا بس كده. لكن لو ادهاني 3 يعني قال لي ار ايكوال ار نيجاتيف بلس ار بوزيتيف. الله عليك. البوزيتيف والنيجاتيف والست بتاعه الزيرو، لازم ابقى عارف الاجابتين. ايوه واحده واحده. يلا بص بقى، يبقى ساعتها لو انت فاكر دي، هل ينفع تقول اليونيون بتاع البوزيتيف والنيجاتيف يديني ار؟ لا، ناقصه مين؟ يبقى انت هنا تقدر تقول له ار اكسبت الزيرو. استني بس، يعني دول يدوني ار كلها ما عدا الزيرو. طب في حاجه ثانيه قلناها؟ ايوه اللي هي ار ستار. يبقى دي اور ار ستار. تاني ار بوزيتيف يونيون ار نيجاتيف، الاثنين مع بعض ما يدونيش ار. طب ناقصهم ايه؟ ناقصهم الزيرو. كلمة ناقصهم اهو اهي اسمها اكسبت. طب انا يا مستر في حاجة تاني؟ ايوه الار ستار. يلا مع بعض مكملين. طب كيو كيو داش يا مستر، ده راشنال ده الراشنال، ده حاجة وده حاجة، يبقى في بينهم انترسكشن، في بينهم كومن. شكرا. طيب بص كده، هما الاثنين لو عملوا يونيون يديني ايه؟ الله. ما هي ايوه طبعا، ما هي الحاله والانفرس الاوبوزيت بتاعها. خلصت وان. طب يا ار بوزيتيف لو عملت انترسكشن مع ار نيجاتيف، يا مستر ما انت بتقول ده بوزيتيف ده نيجاتيف، هيبقى في بينهم كومن؟ يبقى نقول كلمه ايه؟ شكرا. اتعود ان الجمل دي بتجي لك كومبليت وتشوز، انت جبتها ايه؟ جبتها كومبليت. طب ما جبتش تشوز ليه؟ عشان ما يختارش كلمه حليبان كرومب زبادي. خلاص حبايبي، تعالوا نشوف فكره تانية. انت مقرر عليك السنه دي وورد بروبلم، مساله لفظيه، ازاي احولها لحاجه يا كيوبيك روت يا سكوير روت. مش فاهم كلامك. الراجل ده بيقول لي سكوير اوف سايد، يعني السايد بتاعه روت 3. ايه ده يا مستر، هو ينفع تدوني سكوير روت او كيوبيك روت؟ انا حر. اتس اريا، انا عايز الاريا. يبقى حضرتك رجعت تقول كلمه اريا بتاعه السكوير، فاكرها؟ اقول له اه. حاجه من اتنين، يا سايد تايم سايد يا هاف الدياجونال سكوير. نكتب الاثنين. ايوه يا اما سايد تايم سايد، برضه ما تنساش دي، هاف الدياجونال سكوير. ده انا ممكن ساعتها يقول لك اتس دياجونال، يا ريت ما ننساش. طيب انا يا مستر معايا السايد، يبقى حضرتك هتيجي تقول الروت بتاع 3 ملتبلاي الروت بتاع 3، بدخلها على الكالكوليتور ادي 3 والاريا سنتيمتر سكوير. بس تاني سكوير عايز اريا، لازم افتكر العلاقه دي، ودي كمان سايد تايم سايد. شكرا. وكمان دي هاف دياجونال سكوير. طيب خلاص يا مستر، انا اشتغلت دي. درب نفسك وحل كتير وراجع مسائل الفوليوم اللي اديتها لك زمان. نيجي للثانيه دي، الثانيه دي بتتكرر وممكن تجي لك في تشوز سولوشن سيت بتاع ايكويشن. حضرتك انت هتاخد دي اوبزيت سايد، يبقى ادي الاكس باور 2 ايكوال
ودي رايحه هي بوزيتيف تروح حلو خالص. اتعود تقول اكس باور 2 انا عاوزها اكس، يبقى السولوشن سيت هو للاكس، يبقى انا اروح للراجل ده واخد ايه؟ روت سكوير روت. اقول ايه؟ سكوير روت. طيب ادخل ده في الكالكوليتر. اسمع بقى، في الات تديله ماث ايرور، اسمع بس، وفي الات تديله اي وجنبها اي حاجه. اسمع حبيبي، ماث ايرور يبقى الاكس دي ملهاش حل في الار، فيبقى ساعتها السولوشن سيت فاي. طب وكلمه اي ده ايماجين نمبر هتدرسه بتوسع ان شاء الله سكندري 1، يبقى ساعتها طالما طلعت اي يبقى انت مش موجوده في الار، doesn't belong. حبيبتي انا بتكلم افهمي عشان تروحي تعيدي تاني. نقول تاني، انا عملت سكوير روت ده نيجاتيف، مش مقرر عليك النيجاتيف، عشان كده حاجه من اثنين، يا تقول لك ماث ايرور يا تدي لك ار. يا مستر كلمه اي يعني حاجه غير الار، فما فيش سولوشن واكتب فور بس كده. اقول له اه بس كده. تعالى كده نشوف حاجه، في حد بيقول لي يا مستر بعد اذنك، هل اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 9 زي اكس باور 2 ايكوال 9؟ اقول له لا. لما اجي لدي واعمل سكوير روت لل 9 الكالكوليتر هيقول لك كام؟ 3. برضه اجابتك ناقصه. اشمعنى؟ اتعلم بقى. لما اقول لك انا باخد اكس باور 2 وعاوزها اكس، قبل ما تدخل الاله تقول له عندي 2 سولوشن. يبقى لو الراجل ده بوزيتيف عندي ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف، وشغل بعد كده الاله. نقول تاني؟ تاني، لو سكوير روت نيجاتيف ريفيوزد في الار تبقى السولوشن سيت بتاعتك فاي، لكن لو النمبر بوزيتيف يبقى عندك حلين، واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، وبعدين اخد السكوير روت للده. في مشكله؟ لا. عندك كمان ممكن فكره ثانيه كانت بتتقالك في بريب 1، بص كده، لو حد قال لي ذا سكوير روت اوف 9، بص معايا بص معايا، بص الجملة دي، السكوير روت بتاع ال 9، حد قال لي ممكن نيجاتيف 3 صح؟ لا غلط. لا مفيش حاجة اسمها غلط، أبوس إيدك أقول له ناقصة. إشمعنى؟ مستر حمزة قال لي يا مستر لو عملت نيجاتيف 3 بس خلي بالك بتوين البرانثيز تديني 9، أقول له صح. طب ما انا كمان لو عملت 3 باور 2 هتديني، فالناين بقى ليها كام اجابه؟ اهو يا مستر، يبقى لو كتبت دي بس اجابتي ناقصه، ما بقولش غلط، وما ينفعش نقول كلمه غلط، اسمها اجابتي ناقصه، يبقى الاجابه الصح عندي 2 سولوشن، واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، يبقى دي شك، وادي كمان شك، وادي ده شك. يا رب نركز وراجع بالراحه. يا مستر احنا درسنا حاجة بالفورم ده انترفال. طيب أنا هنا هسألك على الطيب أوبن ولا كلوز ولا الكلام من ده؟ لا. لكن أنا عشان أجيب انترسكشن، يونيون، ديفرنس، كومبلمنت، لازم يوزنج النمبر لاين، لازم أقول له أيوه. طيب في مدارس بتشتغل على نمبر لاين واحد، وفي مدارس ممكن تعمل 2 نمبر لاين. ارجع للفيديو بتاع امبارح، انا عملت 2 نمبر لاين، بس خليني اقول لك هنشتغل النهارده على واحد. حضرتك بتاخد في الميدل هنا الزيرو، بص شوف ايدي عملت ايه؟ مش لازق في النمبر لاين، وهقول لك ليه. وادي يا مستر ممكن اكتب كل النمبر، اقول له اه، بس انا مش هضيع وقت. انا عايز نيجاتيف 1 و4. نيجاتيف 1 و4، يبقى انت كل اللي عليك جهز لي نيجاتيف 1. حاضر اهو 1 2 3 4 ايوه. انا هنا رايح لنيجاتيف انفينيتي وهنا رايح للبوزيتيف، خد بالك بالراحه. يلا بقى مع بعض، يا نيجاتيف 1 البراكت بتاعك ايه؟ انا عند نيجاتيف 1 شايف اللاين؟ الزق السيركل فيه، ما طلعهاش في الشارع. وعشان انت البراكت وشه ليه يبقى انت كلوجر، اقفلها.
انت رايحه لغايه الفور، جاي عند الفور وانزا السيركل، وانت برضو كلوجر، وادي اهو هعمل ايه؟ اكلر كل ده، اعمل شيدنج، الون كل اللي بقى. يبقى دي اكس كتبها الاول اكتبها هي الاول فوق. نيجي دلوقتي لمين؟ هنشتغل يا مستر على الواي. بص معايا لو سمحت. الواي 3، بص معايا. ادي 3 جاي برضه لازق في اللاين. وانت كلوجر. ورايح لغايه الانفينيتي. برافو عليك. لازم اعمل لها برضه كده؟ ايوه وادي الكلر. يبقى انت اول حاجه نسمع عملنا ريبريزنت للاكس وعملنا ريبريزنت للواي وهما الاثنين فوق بعض. اسمع بقى. امبارح بقول للطلبه او دايما بقول مساله الانترفال انت عندك اربع كور. ادي كوره. فين الثانيه؟ فين الثالثه؟ فين الرابعه؟ عندي اربع كور. لازم ايوه اشمعنى؟ الاربع كور حبيبي الاثنين اللي في النص انترسكشن. تعالى بقى قول لي هنا فين الانترسكشن اللي هي الكومن. بص اهو هات قلم بنسل اهو اهو. يبقى الكورتين اللي في النص دول الانترسكشن. انا لما اجي اكتب انترفال اقول له انا علمتك تبتدي بمين؟ بالسمول. برافو عليكي. نبتدي بالسمول. يبقى هبتدي بالثري وبعدين انا رايح لغايه ناخد شكل البراكت بتاع الفري من هنا او من هنا. اهو اهو بس كده اقول له يبقى ادي كوره 2 3 4 ما هي برضه رايحه لغايه هنا يبقى ادي الاربعه. الاثنين اللي في النص ده الانترسكشن ده الكومن الموجود فوق وموجود تحت. تعال ناخد اليونيون. يونيون اخد الاثنين اللي من بره باخد من الاول للاخر. يبقى كل مره تقول انا ببدا بالسمولر ورايح لغايه الانفينيتي. دي بوزيتيف نيجاتيف اوبن ولا كلوز؟ يبقى البراكت وشه بره ونيجاتيف 1 بس غاقه. شوف نيجي بقى للراجل ده اللي مزعل الكل. قلت لك هتجيب انت في كشكوله غطا قلم او استيكا. عندنا هنا هجيب بس دي اهي. ايه اللي انا عملته؟ دريت الانترسكشن وناخد اللي اتبقى من فوق. هنقول تاني انا عايز ديفرنس وقلت عايز الاكس. هجيب غطا القلم على ورقتي او الاستيكا دريت الانترسكشن واقول ايه؟ هناخد الباقي من فوق. اصل ديفرنس يعني which belong للفيرست doesn't belong للسكند. يا مستر اتكلم بالعربي. ناخد الموجود فوق مش موجود تحت. انا لما شلت ودريت الانترسكشن اتبقى من فوق كل الانترفال دي. نشيل بقى دي. شايف؟ اهو ما خدتش دي، ما خدش من تحت، باخد الباقي من فوق. اللي اتبقى من فوق from to منين لغايه فين؟ ادي نيجاتيف 1 لغايه 3. نيجاتيف 1 ده حر لوحده اخده واسرعه من هنا. لينا بقى في ال 3 خد بالك ال 3 اب وداون مالهم؟ كلوز. ما هي دي متظلله اهي. يبقى عشان هما الاثنين مشتركين في ان هما الاثنين اكزيست موجودين انا عكسها. بس طب معلش خد بالك لو عايز واي ديفرنس اكس اداري الكومن. بس انت عايز منين؟ يبقى اخد الباقي منين؟ اهو ده اللي اتبقى. يبقى ساعتها باخد من الفور للانفينيتي. تعال بقى نشوف الفور اهو يبقى هنا اعكسها. وانتي شوف تعال بقى اخر حاجه عشان ما نضيعش وقت. الكومبلمنت بتاع الاكس يعني حاجه مش موجوده في الاكس. اسهل حاجه قلتها للطلبه انك انت تيجي تقول ار اكسبت الاكس كومبلمنت اكس ما خدش الاكس. فاقول ار ديفرنس الاكس. طب معلش اديني اجابه. حاضر. يبقى الار اكسبت وادي الاكس. يلا عايز كومبلمنت واي.
R يبقى Y R except Y يبقى R except وأجيب ال Y. وكده أقدر أقول لك خلصنا الجزء الأولاني بتاع الانترفال. عشان الانترفال لها حالات خاصة تعالى أفكرك بيها. طيب تعالى كده نشوف مع بعض لو جاب لي حاجة بالشكل ده كومبليت أو تشوز. تعالى كده نشوف الراجل ده ما قاليش نمبر لاين. حتى أنت لو حاولت تستخدم النمبر لاين أنت مش متعود عليه. اسمع بقى إيه اللي أنا ملاحظه في المسألة دي؟ أنا مشغلتش؟ شغلت؟ في حد بيرن؟ مالناش دعوة. الله عليك. نسمع بقى هنا وهنا نيجاتيف 15 نيجاتيف 15 نيجاتيف 15 نيجاتيف ايه ده؟ انا هنا ملاحظ حاجه ودي ميزه مهمه ان الانترفال دي النمبرز بتوعها بستارت والاند زي بعض. لو انت حابب تفهمها حاضر يا مستر. نيجاتيف 1 و5 اللي فوق كلوجر طيب يبقى ادي الكلوجر واديني عملت الشادنج بتاعي. الثانيه اوبن اهو اهو بس اللي في النص دول معايا. ايه الموجود فوق مش موجود تحت؟ ده معنى الديفرنس. الموجود فوق ان السيركل دي بتاع الاليمنت ده هي بس. شفت انا قلت كلمه ايه؟ اليمنت. يبقى كلمه اليمنت ترجعك تبقى الانسر نيجاتيف 1 و5 وعشان هي اليمنت بتعملها سيف. طب انا يا مستر مش كل شويه هفضل اتوه نفسي. اتعلم بقى معايا النمبر زي بعض. انت كلوجر وده اوبن. كلوجر ده اوبن الديفرنس ما بينهم يديني سيف بنفس الاليمنت. تعالى بقى عشان ما اضيعش وقت. لو كانت انترفال كلوجر وهنقص منها هاخد منها السيت تديني اوبن. شكرا. نقولها تاني انا عارف يا بابا. دي كلوجر هاخد منها نفس الانترفال اوبن هتبقى سيت. طب هاخد منها السيت هتديني اوبن. يلا بقى نصحصح. طب اهي بس هاخد منها نيجاتيف 1 هتبقى كلوجر. انا جاي لك بس اديني فرصه. بص بقى شايف دي هاخد منها نيجاتيف 1 بس. لا ازعل منك. قولي ليه؟ دي انترفال هتفضل انترفال بس. بص انا قلت ايه؟ هاخد نيجاتيف 1 يبقى بدل ما انت كلوجر تبقى اوبن. بص كده بص معايا دي لما اخد منها السيت قلبت من كلوجر لاوبن. طب انا المره دي هاخد نيجاتيف 1 بس يبقى اروح عند نيجاتيف 1 واعمله اوبن ماليش دعوه بالفايف. طب لو هاخد الفايف هعملها اوبن يبقى ماليش دعوه بالنيجاتيف 1. الفايف بس هي اللي خدتها تبقى اوبن تاني وبالراحه. الانترفال كلوجر هاخد منها سيت تروح جايه تخلي نفسها اوبن وما بغيرش في السيت. طب هنا انا كنت باخد نيجاتيف 1 وفايف. لو هاخد نيجاتيف 1 بس اقول له اعمل نيجاتيف 1 بس هي اللي اوبن. لو هاخد الفايف هاخد الفايف بس هي اللي اوبن. فرجعنا قلنا طب لو خدت الاوبن مع السيت بس عملت لهم يونيون. يونيون يعني دي تروح لدي تقفلها دي تروح لدي تقفلها يديني كلوجر نيجاتيف 1 و5. دول حاجات ثوابت ما فيهاش فصال لازم نفس الاليمنت.